السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة التي سوف نشارك فيها جميعا وصفة جد فعالة لتنزيل الدورة الشهرية المتأخرة، هذا المشكل الذي يعاني منه العديد من النساء. فاليوم أحببت أن أشارك معكم هذه الوصفة البسيطة. لدينا بها مكونين فقط، مكون الحليب ومكون مادة الزعفران. كما تشاهدون الزعفران فهو متواجد على طول السنة وفوائده جد كبيرة. يمكنكم عمل بحث بسيط أحبائي الأعزاء للتعرف على فوائد الزعفران، أو يمكنكم متابعة قناة جربحكم. سأطرح لكم عدة حلقات يعني أعرف بها بمادة الزعفران بالنسبة لفوائده على جسم الإنسان. هذه الوصفة أحبائي الأعزاء تستعملها النساء اللواتي لديهن اضطرابات في الدورة الشهرية، يعني تنقطع لديهن الدورة الشهرية بشكل مستمر. طريقة استعمال هذه الوصفة طريقة جد بسيطة أحبائي الأعزاء. هذه الوصفة نأخذها 3 أيام متتالية، يوميا بالليل نأخذ كأس من الحليب غليان، يعني نغلي كأس من الحليب، ثم نقوم بإضافة 4 شعيرات إلى 5 شعيرات فقط من الزعفران على الحليب. لا نكثر أحبائي الأعزاء، من 4 إلى 5 شعيرات فقط، ونقوم بوضعها في الحليب غليان ونتركه أحبائي الأعزاء لمدة 5 دقائق حتى يصبح دافئا. ونأخذ هذا الكأس قبل النوم مباشرة مع حماية أنفسنا من البرد، لأنكم سوف تشعرون بحرارة في جسمكم، هذا شيء طبيعي لأن مادة الزعفران هي جد فعالة في تدفئة الجسم. هذه الوصفة كما قلت سيدتي تأخذينها 3 أيام متتالية، وسوف تلاحظين بأن الدورة الشهرية قد بدأت في النزول. وإذا لم تعطي الوصفة النتيجة لابد سيدتي من زيارة الطبيب. دائما يجب علينا أن نزور الطبيب ونعمل فحص لنعرف سبب انقطاع الدورة الشهرية، لأن هناك العديد من الأسباب. عندما نعرف السبب أيضا نعرف كيفية العلاج بالطريقة الصحيحة. هذه الوصفة كما قلت هي أعطت نتائج جد مذهلة أحبائي الأعزاء، نأخذها يوميا بالليل 3 أيام متتالية. كل امرأة يعني تعرف وقت نزول الدورة الشهرية، يمكنها أخذها ب3 أيام قبل موعد الدورة الشهرية. بهذه الطريقة سوف تلاحظ نزول الدورة الشهرية المتأخرة، ويمكنها أيضا تكرار هذه الوصفة 3 أيام كل شهر أو أسبوع أحبائي الأعزاء، الحد الأقصى أسبوع، تستمر عليها يوميا لمدة أسبوع كل شهر، وسوف يعني ترى نزول الدورة الشهرية إذا لم يكن لديها أي مانع صحي. وكما قلت دائما يجب علينا الكشف الطبي لمعرفة السبب. أتمنى منكم أحبائي الأعزاء تجربة هذه الوصفة لتنزيل الدورة الشهرية المتأخرة، وأتمنى منكم ألا تبخلوا عني بالتشجيع والدعاء ثم الدعاء والانضمام إلى أسرة قناة جربحكم المتواضعة ومشاركة وصفاتي مع الأهل والأحباب في جميع قنوات التواصل. جزاكم الله خير، وألا تبخلوا عني بالتشجيع بلايك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.